ينضم إلينا عبر الهاتف ابن شقيق الشيخ عبد الرزاق مشارب شمس الدين مشارب. سيد شمس الدين، أهلا بك. بداية، لو تحدثنا عن أسباب منعكم من زيارة الشيخ عبد الرزاق مشارب بعد تحصلكم على إذن الزيارة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا بناء على تصريحات قوة الردع الخاصة في الإعلام، خدينا بكلامهم ومشينا للنائب العام وقدمنا مذكرة واستنينا صدور إذن الزيارة، فاستلمناها اليوم والعائلة توجهت بناء على ذلك لقوة الردع. ففوجئوا طبعا العائلة بأن رفضوهم، ويعني كان الرفض من قوة الردع، وان وقت الزياره ان الشيخ عبد الرزاق ممنوع من الزياره. فهذا يعني الامر اثار استغرابنا صراحه. احنا يعني تبعنا الاوامر زي ما قالوا هم يعني، ومشينا بالسياق القانوني واستصدرنا اذن الزياره، ومع ذلك رفض قاعدين يعني رافضين ان احنا نتواصل مع الشيخ يعني باي طريقه. طيب، اذن الزياره اخذتموه من مكتب النائب العام، اليس كذلك؟ نعم، عن طريق محامي. احنا وكلنا محامي. نعم. والمحامي استصدرنا اذن الزياره رسمي بشكل رسمي من مكتب النائب العام. نعم، يعني مشينا في الاجراء القانوني يعني. احنا طيب، طالما هم تبعناهم يعني، طالما مكتب النائب العام يصدر في إذن لزيارة الشيخ عبد الرزاق، يعني بالتأكيد أن للشيخ عبد الرزاق قضية محتجز بناء عليها، ألم يوضح لكم هذا الأمر؟ احنا يا أستاذي قدمنا لما الموضوع أصبح فيه أصبح مبهم بالنسبة لنا، لأن في جهة ترفض تنكر أن هي أصدرت أمر قبض، والجهة الأخرى تقول احنا والله نتحركوا بإجراء قانوني. فاحنا لما توجهنا للنائب العام وقدمنا مذكرة شكوى، قالوا لنا على أساس أن احنا بإذن الله نستلموا أمر لإذن الزيارة بناء على المذكرة اللي احنا قدمناها ووافقنا فيها طلب أن احنا نبوا إذن زيارة. نعم. فالحق احنا لما الأمور يعني أشكلت علينا، وكلنا محامي، والمحامي الآن هو ماشي في الإجراءات القانونية، واحنا اليوم استصدرنا لإذن الزيارة زي ما صرحت قوة الردع الخاصة بأن هم قالوا على عائلة مشارب أن يجيبوا أمر زيارة من النائب العام، جبنا لهم إذن زيارة ومشينا بناء على الامر هذا. اليوم العائله توجهت قبل صلاه الظهر، وكان الرفض يعني كان رفض، وما قبلناش يعني حتى نحن يعني جايبين امر من النائب العام يعني هذا اذن رسمي، ما رفضوه يعني. الله اعلم. طيب، ما هو سبب الرفض وفق ما قالوه لكم؟ الشيء الوحيد اللي قالوا لهم، قالوا ان الشيخ الان ممنوع الزياره عليه الشخص هذا، هذا اللي قالوه لهم فقط يعني. نعم، لم يوضحوا لكم أي شيء آخر؟ موضحوش. لا، لم يوضحوا أي شيء، موضحوش أي شيء. طيب، هل لديك أي رسالة سيد شمس الدين؟ والله إحنا بس يعني نطلب منهم حتى أن هم يعني قوة الردع الخاصة أن تتواصل مع العائلة، مثلا إذا كانوا ما يبوش يفتحوا معنا نقاط تواصل رسمية، وإحنا يعني قعدنا معاش صراحة يعني الأمر الآن أكثر من أسبوع، والشيخ نبغى نعرف يعني حالته الصحية والأمور النفسية وملابسات الاختطاف هذا اللي صار. نعم. وهذا كله يعني من حقنا كعائلة الشيخ ان احنا نعرفوا الشيء هذا، واحنا مشينا زي ما نقول يعني زي تبع كذاب لفم الباب حشاش، وصلنا ومشينا تبعناهم زي ما قالوا لنا، ولأن نفاجئ بصراحة يعني فرحنا اليوم ان اصدرنا الامر اذن الزيارة، والعائلة يعني استبشر خير بهذا الامر، وتوجهنا للقوة الردع بمعنويات مرتفعة ان احنا يعني ما جايين بطريقة قانونية. فنفاجئ نعم. صراحة بناس اصلا ما همش حتى مكلفين ان يتعاملوا معنا او يتفاهموا معنا، هم اللي استقبلونا في الباب وهم اللي يعني ردونا خائبين يعني. نسأل الله العافية والسلامة الحق يعني، نسأل الله السلامة والخلاص. شكرا لك سيد شمس الدين مشارب ابن اخ الشيخ عبد الرزاق مشارب، كنت معي عبر الهاتف، اشكرك جزيل الشكر.